الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. اسمك ايه؟ جنى. انت تبعنا جنى؟ اه طبعا. يا نهار ابيض، انا بحب صوت حضرتك جدا والله. وانت انا اللي بحبك يا جنى. ايه يا جماعه، الله مبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله عليك. انا بجد مبسوطه ان انا شفت حضرتك النهارده. يا نهار ابيض على العسل، ده انا اللي مبسوط ان انا شفت حضرتك النهارده. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا جماعه؟ ما شاء الله كده الحجاب بتاعها جميل كده وداخل علينا. تقول لنا انا مبسوط ان انا شفت حضرتك. انت عندك كام سنه على الحجاب اللي انت لابساه ده؟ عندي 11 سنه. 11 سنه؟ ما شاء الله. في سنه كام بقى يا جنى؟ انا داخله اولى اعدادي. انت معانا من قد ايه بقى؟ لا من زمان. من قد ايه؟ من زمان كده؟ من حوالي سنتين. من سنتين؟ ده احنا اصلا بادئين من سنتين يا جنى. بتابعنا من اول ما بدانا. وايه اكتر ايه مشهوره لينا بقى؟ وقال فرعون ذروني. اللهم صل على النبي. طالما قالت الله وقال فرعون ذروني يبقى في حاجه جايه في السكه. قولي كده، وقال فرعون ذروني كده. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع رباه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. بس يا جنى يا نهار ابيض عليك يا جنى. ايه الجمال ده يا جنى؟ هو كل جنى حلوه كده؟ ده كل جنى حلوه كده احسن ببنتي جنى. اللهم صل على النبي. انت بتضحكي، انت ما لكيش حل. اللهم صل على النبي عليك. مبسوطه ان انا شفت حضرتك النهارده والله، وسعيده جدا. يا ستي سعيده ايه ومبسوطه ايه؟ ده انا اللي سعيد ومبسوط. انا نفسي من زمان في حلقه ترند يا جدعان. لقيت جنى جت لي بالترند. جنى الترند النهارده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. طب انت حافظه الحاجات دي من زمان يعني؟ انت بتعرفي